سامحوني بداية أن أعبر لكم عن سعادتي بالتئام هذا الجمع المبارك بمناسبة نصيب السيد رئيس المحكمة الجديد الأستاذ إيمون بوهاب وزملائي من السيدات والسادة القضاة والنواب والوكيل الملكي المعينين حديثا في السجن القضائي والاحتفاء بزملاء المنتقلين للعمل بمحاكم أخرى، ومرحبا بالمعينين بين زملائكم في هذه المحكمة، وكذلك مرحبا بكم بين إخوانكم في هذا الإقليم المجاهد الذي نعتز بحكمة إبنائه البرر وعموم المواطنين، وذلك بتعاون وتنسيق دائم بين مختلف المصالح والفعاليات المرتبطة بالعدالة. ومرحبا كذلك بالحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الوجه لشخصه. نهتفي بالعدالة بانتقال الزميل المحترم الأستاذ عمرو بيوت الرئيس المؤسس لهذه المحكمة الذي يرفع له الفضل بعد الله تعالى بجانب السيد وكيل الملك السابق لدى هذه المحكمة الأستاذ حميد الحرور وباقي الزملاء من القضاة والنواب وكيل الملك والمسؤولين الإداريين والأطر والموظفين وعلى بنات الأولى لتأسيس الهيئة الإدارية لهذه المحكمة بمختلف مكوناتها رئاسة ولي العمى منذ 6 سنوات خلت وبالضبط في شهر نوفمبر من سنة 2018 بعدما تقرر الارتقاء بالمركز القضائي للدريوش إلى المحكمة الابتدائية بموجب المرسوم عدد 2/17/2019 المنظم للخريطة القضائية للولاية. وبما نشكر أن حدث تأسيس هذه المحكمة جاء تمثيلا لرعاية الملكية السامية التي يوليها مولانا أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله لرعاية الوفية بهذا الإقليم الفتي المجاهد وعند استكمال بناء مؤسساته ومرافقه الحيوية وكذا استجابة لقرارات المواطنين والسعي نحو تقريب الإدارة القضائية منهم وتسهيل الولوج إلى العدالة وتقديم الخدمات القضائية وفق قيم العدالة والإنصاف والنزاهة والفعالية في الحكم الذي يعتبر بلا شك إحدى الأولويات الكبرى التي يرتكز عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي ورئاسة النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة. وبذلك فإن اجتماعنا اليوم بقدر ما هو حضور لتقليد قضائي راسخ المتمثل في الجلسات الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الملتحقين بالسلك القضائي والذي تسهر كل مكونات العدالة وممثلي المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة وعموم المواطنين على تجسيده على المستوى المحلي تنفيذا للأمر المولوي الشارع الصادر بتنفيذ المنشور رقم 875 الصادر بتاريخ 16/3/1979 كما يحيي بتاريخ 11 محرم 1979
تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن